احبائي متجهين الى شركه هونداي. مثل ما حكيت لكم صاحبي ترك لي سيارته، الان بدي اروح اخذ سيارته واتجه الى المكان حتى نشوف شو ممكن يحكوا لنا شركه هونداي. هذه السرعه القصوى اللي طالعينها شايفينها 20 فقط. الان السيارات طبعا خلف كله كان منزعجين من السواقه، ولكن شوفوا الموضوع جدا بخوف. انا حاسس انه بتعرفوا باي لحظه راح تنفجر هي. شكرا هونداي، المفروض استلم سيارتي اليوم. طبعا غيروها على حسابهم $300، طبعا ما اخذوش مني ولا شيء، تخيلوا زيرو زيرو يا جماعه. دفعت فعلا قمه بالاحترام وقمه في الاخلاق. الضغط اللي هم فيه، طبعا الضغط اللي هم فيه مش لانه السيارات كثيره، لانه العمال. جرح هنا برمش عين عين وكلامهم مسينا، سألونا نبقى مين مين قدمنا نفسنا، هو احنا اللي القمر يا قمر معرفش يزلنا، الناس طلعوا القمر وسند نزل هنا. 6.5 hours later. صباح الخير جميعا، الان منطلقين حتى نجيب السياره تاعتنا ونحكي لكم القصه شو صار معنا بشركه هونداي. وفعلا كل الشكر والتقدير لشركه هونداي، خليكم معي حتى نشوف شو صار معنا. يلا برحلتنا. يا اهلا وسهلا اصدقائي احبائي، الان احنا موصلين طبعا شركه هونداي. هاي كل السيارات اللي هون شايفينها هي بتنتظر حتى تفوت على السيرفيس، فتخيلوا مدى الضغط اللي هم فيه. طبعا الضغط اللي هم فيه مش لانه السيارات كثيره، لانه العمال قليله. فاحنا الان متوجهين الى السيرفيس لانه حكوا معي المفروض استلم سيارتي اليوم، فشكرا لهم. طبعا احكي لكم شغله اللي صار. اللي صار انه انا حظي حلو، بيحكوا لي حظك حلو انه كان موجود نفس الماتور الانجن اللي كان بدهم يغيروه موجود في الشركة. فكان في حدا طالبه قبل سيارة نفس موديل سيارتي، وللأسف ما زبط على السيارة تاعته، كان عنده مشاكل تانية. المهم عندهم ماتور انجن جديد وطلع من حظي، فحكوا لي حظك كتير حلو. طبعا خلال هاي الفترة أعطوني سيارة استخدمها، شركة هونداي بتكفل انه تعطيك سيارة تستخدمها لما تخلص سيارتك، وكله بيكون على التأمين والضمان تاعهم. هلا بخبركم بس ناخذ السيارة شو اللي صار وكيف صار وشو راح يصير، خليكم معي. الآن طبعاً أخذنا الأوراق، السيارة جاهزة. تعال أخبركم عن سر خطير. طبعاً أنا كنت اليوم بشركة هونداي، الورنتي خالصة عن الماتور تبعي، ولكن في سيارات بيسموهم ريكول. ريكول اللي هي السيارة اللي بيكون فيها عطل، وبيكون الشركة نفسها مخبرة إنه هاي ممكن يصير فيها عطل في الماتور. طبعاً سيارتنا سنتا في 2015 واحدة من السيارات اللي هي محطوطة على الريكول. يعني أي حدا بيقدم كليمة أو حيد بيقدم شكوى على الماتور بيغيروا لك إياه على حساب الشركة. فكل هذا الدلال اللي عملوا لنا إياه لأنه عارفين انه المشكله من عندهم. اعطونا سياره نستخدمها فتره ما صلحوا الماتور. كان كنا محظوظين انه الماتور موجود، ولا كان راح نستنى اقل شيء شهر، ولكن هم معنا سياره بسموها رينتل من شركه هونداي، هم بيعطونا اياها نستخدمها. فكان صراحه تعاملهم جدا رائع، واحكي لكم صراحه يعني جدا رائعين وجدا خدومين، وكل شيء عملوه يعني ممتاز. طبعا انا دفعت تقريبا $543. هذول بسموهم السيرفيس. اول ما تدخل طبعا في التاكسز لانه بدك تدفع، هم تقريبا $300. وكان عندي مشكلة بالاي بي اس من اول، يعني انا كانت عندي المشكلة فصلحوا لي اياها، فكله كلفني 543. ولكن هذا مش تغيير الماتور، تغيير الماتور يا جماعة $6000 بس، كله على حساب الشركة. الشركة غيرته والشركة حطت كل شيء جديد. شكرا هونداي، شكرا على الامور اللي عملتوها صراحة، احترمهم وترفع لهم القبعة على هذا الاشي اللي عملوه. شركة هونداي كندا اظن بكل الشركات نفس الشيء بيعملوا، ولكن انا اللي حبيت فيهم مدى امانتهم وصدقهم. يعني اهم شيء كان عندهم الامانه والصدق، هذا اهم شيء. انا حبيت انهم هم كانوا امينين وصدقين، لانه انا لو رحت مكان ثاني ممكن يحكوا لي انه ما عندي ورنتي. انا صراحه كنت جايب السياره اصلحها على حسابي، او كنت اشوف الموضوع على حسابي، فما كان عندي الفكره. شكرا هونداي، شكرا هونداي كندا، شكرا على الامانه والصدق والتعامل الرائع. طبعا وجدنا السياره الان موجوده هون، خذها نشوف شو الوضع. اهلا وسهلا احبائي اينما كنتم. طبعا السياره موجوده الان معنا هون، خلينا نشوف شو فيه. بسم الله. اها لسه ضاوي عندنا التشيك انجل زي ما شايفينه. خلينا نخبرهم على الموضوع، نسالهم شو الموضوع. شايفين لسه التشيك انجل ضاوي، خلينا نشوف اذا الموضوع يعني طبيعي او لا. خلينا نشوف كمان هون. هاي القطعه اللي مغيرينها، هاي جديده اظن، مش عارف شو هم يعملوا. اظن
هلا نروح نشوف شو اللي عملوه. شايفين هذه كلها جديده، هيها هاي جديده اظن، وهاي جديده، هذا كله اللي تحت جديد، يمكن الغطا فقط انشال. هذا هلا بسالهم وشوف شو الموضوع، لانه التشيك انجن لسه ضاوي. طبعا هنا المغسله محل بغسل السيارات بس تخلص من الصيانه، وهي مركز الصيانه موجود هون شايفينه، هذا كامل مركز الصيانه لصيانه السيارات. هنا كمان عندنا السيارات، هذا كامل مركز الصيانه محل ما بيعملوا صيانه لشركه هونداي. هاي رجعنا السياره طبعا، الان هيرجعوا يفحصوها عشان يشوفوا شو العطل اللي فيها، او بيكون ممكن بده يعني زي ريفرش او ريستارت. خلينا نشوف ونخبركم. A few moments later. اهلا وسهلا، طبعا رجعنا لكم ثاني يوم، خلينا السياره عندهم فحصوها، طلع في سنسور واحد، خلينا افرجيكم اياه. سنسور لازم تغيير، طبعا غيروه على حسابهم، تخيلوا هذا سنسور تبع الترمه البنزين بسموه، تكلفته 300 دولار. طبعا ما اخذوش مني ولا شيء، تخيلوا زيرو يا جماعه، دفعت زيرو للموضوع. تخيلوا مدى صدق وامانه هذه الشركه. فعلا انا احكي لكم شكرا هونداي، انا اليوم بدي احكي لها شكرا هونداي. والله يا اخوان فعلا عملوا كل شيء معانا في شكل مش طبيعي. اولا السياره قديمه، ثانيا الورنتي منتهيه، غيروا الماتور، غيروا ماتور السياره كامل، غيروا الزيت، غيروا الفلاتر، وغيروا القطعه هاي. تخيلوا هم بس اخذوا التاكسز مني، دفعت 532 دينار تقريبا، 32 دولار غيره ما اخذوا. تخيلوا فعلا شكرا هونداي، شكرا كابيتال هونداي، موجوده في سان جونز في كندا. شكرا كثير، فعلا ما عمري شفت سيرفيس، ما عمري شفت ناس في هاي. اول شيء الامانه والثقه والاشياء اللي عملوها، انا بشكرهم جدا. خلينا نروح نشوف السياره، نطلع سوا، تعالوا معي ونقول بسم الله. خلينا نجرب الان، بسم الله، الحمد لله على الستيرينج لازم هيك. اوكي اسف. شايفين الحمد لله انه كل شيء تمام، نشكر الله الحمد لله دائما وابدا. واخيرا بنحكي الحمد لله على سلامتنا، اهم من السياره وهم من الحديد وهم من كل شيء بيصير في حياتنا، صحتنا اهم من كل شيء. فهذا الفيديو حبيت افرجيكم، نشكر شركه هونداي، طبعا نشكر الناس اللي موجودين، فعلا يا الله روعه وقمه في اللي عملوه، ناس فعلا عندها امانه مش طبيعيه. اللي عملوه معي زياده عن ما كنت بتوقع بصراحه، انا كنت بتوقع انه اتحمل مسؤوليه كامله كوني بصلح سيارتي خارج الوكاله، كون السياره انه خالص الورنتي تاعها، لانه بتعرفوا 5 سنوات او 10,000 كيلو او حسب المده، ولكن هي منتهيه. ومع هيك غيروا لي الماتور، وغيروا لي الزيت، وغيروا لي الفلاتر، وغيروا لي هذه القطعه على حسابهم، هذه القطعه السنسور على حسابهم، حكوا لي هي خارج كمان نطاق الموضوع، ولكن الشخص جدا محترم وساعدني كثير، هذا اسمه شايفين داون، هذا الشخص فعلا قمة بالاحترام وقمة في الأخلاق. شكرا هونداي، احنا بنستاهل كمان، لأنه يعني إن شاء الله تكون نيتنا دائما صافية، وبستاهل وجودكم معي كمان، بحبكم كثير، وحبيت أشكر كل الناس اللي عم بتتابعني، وشكرا للناس اللي بتتفاعل معانا. وسامحوني اذا مقصر معكم بالفيديوهات، ان شاء الله فيديوهات القادمه راح تكون على طول مثل ما بتطلب مني، بعرف في ناس طالبه مني فيديوهات معينه، ان شاء الله اقدر اوصل كل المعلومات اللي بدكم اياها والفيديوهات طلبتوها مني. ان شاء الله تكونوا مبسوطين واموركم كلها تمام، بتمنى لكم يوم سعيد وايام جايه كلها سعاده وفرح ونجاح. بنشوفكم على قريب بفيديو جديد من كندا، اتمنى لكم التوفيق جميعا، لا تنسوا تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه الناس الجداد الموجودين معنا. بشوفكم على قريب بفيديو جديد في امان الله. مع السلامه.